بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة بإذن الله تعالى هيكون عن غش الزيوت العطرية. في حد بيسأل سؤال يقول لك لا، ممكن الزيوت العطرية تتغش؟ أيوة، ممكن الزيوت العطرية تتغش. طيب الزيوت العطرية دي، لأنها زيوت عطرية، بتكون زيوت عطرية طيارة، يعني بتتبخر على درجة الحرارة العادية، ودي بتكون جاية من النباتات، يعني مستخلصة من النباتات أو أجزائها، سواء كان زهرة أو بذرة أو ورقة أو الكلف الأشجار اللي هو الجذع، يعني بتاع الأشجار زي في الصنوبر وزي خشب العود، وممكن يكون جذور. اي جزء من النبات بيطلع زيت عطري. الزيت العطري دوت بيكون زيت عطري طيار، يعني بيتبخر على درجة الحرارة العادية. طيب وهو بيتبخر على درجة الحرارة العادية، في ممكن ناس بيحطوا له حاجات تانية، يعني على اساس ان هو الزيوت العطرية دي بتكون غالية جدا في الثمن، فبيحطوا يعني زيوت عليه تانية بيسموها الزيوت الناقلة. الزيوت الناقلة دي بتكون عبارة عن زيوت نباتية، بتكون ثابتة، زيوت نباتية ثابتة، ما لهاش علاقة بالزيوت العطرية. ولكن هذه الزيوت العطرية، الزيوت الناقلة دي، بتكون ما لهاش ريحة، يعني عديمة الرائحة وعديمة اللون، يعني سهل ان هو يضيفها على اللي هو الزيت العطر اللي عندي. ممكن نضيف زي ايه مثلا؟ زي ممكن نضيف زيت اللوز الحلو، ممكن نضيف حاجات زيوت، زيت زيتون، ممكن نضيف اي زيت عنده، ممكن يضيف يزود بيه الزيت العطري اللي عنده، ممكن يضيف جلسرين، ممكن يضيف زيت برافين، يعني اي زيوت تانية ممكن يحطها على اساس تزود الكمية اللي عنده وتخفف من الزيت العطري اللي عنده، وبيبيعه بثمن غالي، ده بيسموه زيوت عطرية مغشوشة. طيب في الحالة ديت انت كمشتري يعني عادي عايز تعمل اختبارات بسيطة على أساس إن أنت تكشف هل الزيت العطر دوت مغشوش ولا لا. طيب أول حاجة هتاخد عينة من الزيت العطر اللي عندك، ويكون عندك منديل ورقي زي ده كده، منديل ورقي، وتحط عليه نقطة، نقطة من الزيت الإيه العطري، وتتركها فترة من الزمن، تتركها فترة يعني ممكن تقعد فترة أكتر من 6 ساعات، وتسيب الإيه المنديل ده وتشوف في النهاية إذا تركت أثر، إذا تركت أثر النقطة دي، تركت أثر على المنديل، تأكد إن هذا الزيت العطري اللي عندك ده زيت مغشوش وزيت رديء. إذا تبخر الزيت العطري بالكامل ولم يتبقى أي أثر، فاعلم إن هذا الزيت العطري زيت يعني جيد ومش عليه أي زيوت ناقلة. طيب الاختبار الثاني والحاجة اللي هي ممكن يعني أعرفها، ممكن اجيب الزيت العطري يعني عينه منه زي ما حضرتك، انا جايب عينه اهي، وبتحطها في الفريزر لمده يوم او يعني او اكتر، وبتحطها في الفريزر. اذا تجمد الزيت العطري اللي عندك، اذا تجمد الزيت العطري اللي عندك يعني ربط وتجمد، تاكد ان هذا الزيت العطري اللي عندك زيت جيد، ما عليهوش اي زيت من الزيوت اللي هي الثابته او زيوت الايه الناقله. طيب لو ما تجمدش وفضل في صوره سائله زي ما هو، يبقى اعرف يعني حضرتك تعرف ان الزيت دوت مضاف عليه زيوت اللي هي الناقله، وعلى اساس يخفف بيه الزيت العطري اللي عنده. دي لو اختبار بالتجميد. حضرتك كنت حاطط برضو العينه من الكحول في الفريزر، ما بنيجي نقول يا جماعه حطوا الزيت العطري، او حط عندك البرفان اللي عندك ما بيخلص وتخلصه، او مشتريه تحطه في الفريزر في حاجه سمراء، في كيسه سمراء او اي ورق وكده، بحيث انه يحجب الضوء، وتحطه في الفريزر. الكحول الايسايل اللي هو الايثانول لا يتاثر بالتجميد مهما تركته فتره من الزمن، لا يتاثر ولا يتجمد بفعل انخفاض درجه الحراره حتى لو وصلت سالب 40 او 50 درجه مئويه. طيب ده بالنسبه للايه الحاجات الايه اللي عندي. بالنسبه للحاجه الثالثه والمهمه، الزيت العطري الجيد، الزيت العطري الجيد يا جماعه بيبدا لو انت حضرتك جيت حطيته على الميه، ما يعني قليل الذوبان في الميه او عديم الذوبان في الماء، ما بيدوبش في الميه
او قليل الذوبان في الماء، ولكنه بيدوب بسرعه في المذيبات العضويه زي كحول الايسايل اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الايثانول او الايتير او اي مذيبات عضويه. فحضراتكم لو انتم هتكونوا عارفين ان يعني ابسط حاجه ان حضرتك ممكن تكشف بيها يعني على اي زيت عطري فاسد او اي زيت عطري مغشوش حضرتك، هي فكره ان انت يكون مع حضرتك منديل ورق وتاخد نقطه عليه، اذا تبخر دي يعني اسرع اختبار، اذا تبخرت النقطه اللي هي موجوده او العينه اللي حضرتك واخدها على المنديل وما تستناش اي اثر على المنديل الورقي، تاكد ان هذا الزيت العطري جيد. ولكن اذا تركت اثر بقعه يعني في الزيت في المنديل الورقي، تاكد ان هذا الزيت العطري اللي عندك منضاف له اي زيت ناتل على اساس يزود الكميه بتاعته، او ممكن يكون منضاف له مثلا جلسيرين او زيت بارافين او اي زيوت تانية ممكن بيضيفها على اساس بيتزود في الكميه بتاعت الزيت العطر اللي عنده. لعل وعسى يكون في فائده لحضراتكم. ما تنسوناش حضراتكم باللايك والاشتراك في القناه عشان تكبر بحضراتكم، واكون سعيد باشتراك حضراتكم معايا في القناه. يعني ده كان موضوع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.